دعني أسألك عن آخر المعلومات في خبر الذي وردنا قبل قليل وظهرنا به بالعاجل، استشهاد فلسطيني قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية، ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم وائل، يعني المعلومات المتوفرة هو عند مفرق جت على وجه التحديد، أي شمال الضفة الغربية عند مستوطنة أو المصانع الاستيطانية المقامة على أراضي القرى الفلسطينية عند منطقة سلفيت، تحديدا قريبة أو بالقرب من قرية بروقين. وقع هناك حسب المزاعم الإسرائيلية محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن، لم يصب أي من المستوطنين بأذى، ولكن الشاب تم إطلاق الرصاص عليه بعد أن حاول حسب المزاعم الإسرائيلية القيام بعملية طعن لأحد الجنود الإسرائيليين. الأوضاع متوترة للغاية، خصوصا أن هذه المنطقة شهدت قبل حوالي أسبوع عملية أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة في المجمع الاستيطاني الصناعي بركان، وهو ما أدى إلى حالة من الاستنفار. الجيش حتى الآن يحاول الوصول إلى منفذ العملية التي نفذها قبل عدة أيام، ولكن هذا المنفذ أصيب بالرصاص ومن ثم استشهد بعد أن ترك ينزف لأكثر من نصف ساعة، ومن ثم لم يتم تقديم العلاج والإسعافات الأولية لهذا الشاب منفذ العملية. حتى الآن ليس هناك معلومات عن منفذ العملية من أين أتى أو من أي بلد ينتمي أو هويته الشخصية، ولكن هناك حالة من الاستنفار الشديد تسود منطقة الصناعية في بركان.